مشاهدي قناة محمدية براي، السلام عليكم. اليوم حنا ماشي في فاس، ماشي في مكناس، ماشي في مراكش، حنا في مدينة المحمدية، في قلب السوق البلدي ديال مدينة المحمدية أو ما يسمى بالجوطية ديال المحمدية، عند واحد الفنان أو حرفي اللي كتخرج من إيدو الذهب كيف ما كنقولو. غنتعرفوا عليه، واليوم هو أقدم حرفي ديال الصناعة التقليدية ديال النحاس مدينة المحمدية. ومعنا السي نور الدين، حتى هو اللي جا كيساند الحرفيين، لأنه حتى هو حرفي، يعطينا واحد الكلمة. في إطار المواكبة ديال الهيئة الوطنية للصناع والحرفيين، جينا عند قيدوم ديال الصناعة التقليدية في المنتوجات النحاسية، المنتوجات النحاسية التقليدية. والآن غتشاهدوا وغتتبعوا معنا المشاهدين الأعزاء هذا اللي كيتواجد وحيد على الصعيد عمالة المحمدية، اللي كيشتغل بشكل تقليدي في السوق البلدي في المحمدية. إذا معنا السي فهمي مصطفى، قيدوم الحرفيين ديال الصناعة التقليدية ديال النحاس. تبارك الله عليك. أولا تحدث لنا شوية على هذه المهنة، شنو المميزات ديالها، شنو العيوب ديالها؟ أختي، من صغري وأنا متبع هذه الحرفة، كنصاوب المجامر، كنصاوب المقارش، كنصاوب الطناجر، ما خليت ما صاوبت، كل شيء بالنحاس، والحمد لله كبرت بها وليداتي خمسة، الحمد لله. شحال من عام الكبير فيهم عنده؟ الكبير هو 42 سنة، الحمد لله. حنا عينا أختي، بغينا شوية ديال الدعم وشوية ديال سميتو لا إله إلا الله، يصاوب الله. شنو هي المخاطر ديال هذه المهنة؟ واش فيها شي صعوبات على الصحة؟ فيها المقاطع، فيها اللحام، فيها بزاف ديال سميتو، حيت هذا الشيء كتصاوبو بالعافية. هذا إلا ما درتش العافية ما نسوديش، طارت هي نفس الشيء كنصاوبها بالعافية، هذه كنجلسها غا بيدي، هذه تا هي كنجلسها غا بيدي، شتي راه مقزرو من الداخل، راه باقي جديد هذاك، شتي. والحمد لله، الحمد لله حنا عايشين مع الله، يعاوننا ويعاونكم ويعاون الإسلام جميع، الحمد لله. إذا هذا الشيء كتصاوبو بإيدك؟ بإيدي، إيوا، ما عندي لا ماشين لا والو، غير اليد والقلب. الأفكار كتجيبهم من راسك؟ من الراس، الحمد لله. باقي شوية الإقبال على هذه المهنة؟ والو، ماتت أختي، ماتت. أنت كتشوفي كتصاوب الحاجة كتبقى محطوطة قدامك، توسخ كتبريي كتعاود، وهذاك البريو عندنا فيه تما، راه كاين فيه العفن والوسخ وبزاف ديال المسائل، والحمد لله ربي ناصرنا، الحمد لله حنا غاديين. كان عليها إقبال في القديم؟ واه كانت خدامة، واه. هاد الشيء كيصاوب كيديو غا الدواقة، الناس اللي كتذوق النحاس وكتعرف النحاس باقا لدابا كتديه، خدم فيه وما كيقبلوه، بحال هكا حاجة زينة، ماشي حاجة خاويات ونحاس، ماشي قصدي رقيواق ولا لا، داكشي أصيلي. ما كنشوف قدامي واحد التحفة فنية اللي هي من الصنع ديالك طبعا، تحدث لينا شوية على كيف جاتك الفكرة ديالك. جاتني الفكرة، أنا معلم بالك فوق الكرسي طاحت صوبتها، أو كنشوف بحال هذيك كنصوبها، أي حاجة شتها نصوبها، والحمد لله كيعاوننا ربي حتى كنكملوها. تبارك الله عليك. كيف ما كنعرفوا الناس ديال السينما المخرجين كيمشيو يقلبوا على بحال هاد التحف، يعني في واش عمر ما جا شي طاقم؟ لا 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 والو، ما عمر جا عندي شي حد السينما ما كيجيوش، وهذه فرصه ان الناس اللي كيتمثلوا بزاف ديال الافلام في المحمديه وكيحتاجوا بحال هذا الشيء، هذه فرصه انهم يعرفوا انه كاين عندنا واحد الفنان في مدينه المحمديه في السوق البلدي اللي عنده كل شيء اللي غيقدروا يحتاجوه في النحاس. ف كما كنشوفوا هنا عندك هذا الشيء ديال الحلوى، هادو مراشمت الحلوى، هذا ديال المخرقه ديال الشباكيه. هادشي واش قديم ولا غير عاودتي صوبتي؟ صوبو اختي راسي بيدينا كنصوبوه، كاين عليه اقبال من طرف النساء. هو اللي عايشين به اختي، هو اللي عايشين به، كتجي مرات تدي ثلاثه المريشمات، جوج المريشمات كتعاود. كنعرفوا هذا الشيء ولا في البلاستيك، يعني في علينا حنا خادوا البلاستيك، حنا اول انسان كيصاوب هذا الشيء في المحمديه هو انا، ما كاينش شي واحد اللي كيصاوب هذا الشيء، كنصاوبوا هادو وكنصاوبوا هادو ديال المالح، هادو ديال المالح، مريشمات صغيورين ديال المالح. إذا النساء ديال المحمدية اللي بغات مريشمات ديال الحلوى مرحبا. البلاد كيجيو، كيجيو من جديدة، كيجيو من الرباط، كيجيو من سلا. علاش كيفضلوا النحاس على البلاستيك؟ النحاس صحي وكيتخدم مزيان، ما فيش شي حاجة اللي كتآدي، هم كيصاوبوه في النحاس ولكن ماشي بحال هاد الجودة عندنا هنا، واخا تورك عليها كما كيعواج ما والو، كيخدم 20 عام هذا، 25 عام كيخدمها هذا.
مريشم كيدي عمر عند الانسان، ماشي بحال غورك عليه ولوحو. لا حنا كنتقنوا، ماشي عندنا الفايده في الزربه، عندنا الفايده في العمل يكون صالح. حتى اللي خدمت برشم كتقول الله يرحم الوالدين. اذا بغينا نعرفوا واش الناس ديال الوزاره او الجماعه ديال المحمديه ما كيجوش عندكم باش يدعموكم نتوما الحرفيين القدام ديال المدينه؟ اختي لا، ما عمر شي واحد جا عندنا ولا دعمنا، والحمد لله حنا عايشين بهادشي اللي عطانا الله. كتضرب بياسه كتصوبها يجيب فيها الله نصيب باش تعيش حتى وليداتك. المفروض يكون لكم واحد الدعم سنوي. والله الا بغى ان شاء الله. شنو كلمات بغيت تقولها للوزاره ديالتك؟ الوزاره الله يزيد في ايامهم ويعاونهم ويسر امرهم والله ينصر سيدنا. دام الحرفيين في الوطن كامل عندهم يعني ما عندهمش تغطيه صحيه، نبغيو نعرفوا انت واش ناضلتوا على هذه القضيه. نعم، ما متفقين اللي دارها سيدنا، حنا متشرفين تحت الامر ديال سيدنا. راه شاركنا، راه عطاونا ديك الوريقه، راه حنا غادي نخلصوا ان شاء الله داكشي اللي قسم الله، راه اللي قسم الله غادي نعطيوه. انتم محتاجين لها التغطيه الصحيه خاصه واحد كبر شويه. هو راه 66 سنه عندي انا دابا، الحمد لله ما كرهناش التغطيه الصحيه. الحمد لله الحمد لله، الله ينصر سيدنا. المناسبه كي كتسمعوا انه من الناس اللي الان تسجلوا في هذه المساهمه المهنيه اللي دار صاحب الجلاله، كنشكروه عليها للحرفيين الان غيصبحوا عندهم التغطيه الصحيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسول الكريم. احمد العسري، نائب الرئيس للهيئه الوطنيه لصناع والحرفيين بالمحمديه، ورئيس جمعيه السوق البلديه سابقا. في هاد الزيارات الحرفيين القدماء جينا نديروا واحد هذاك الزياره تفقديه لهاد الصناع القدماء باش نعرفوا الاحوال ديالهم والمشاكل اللي كيعيشوها. والحمد لله الاخ مصطفى من القدماء ديال هاد الحرفيين ديال الصناعه ديال النحاس، وبدات كنقارض كانوا شي جوج ولا ثلاثه اللي كيصوبوا هنايا، ولكن ما بقاوش. دابا بقى الاخ مصطفى، وحتى في الغرفه الصناعه التقليديه ما بقاوش اللي كيعلم، كانوا كيتعلموا في الغرفه الصناعه التقليديه، ولكن دابا ربما واقيلا ياك سي مصطفى حبسوها ما بقاتش دابا كيتعلموا لها. وكاين بعض الحرفيين تعلموها، ولكن فين غادي يواكب هذا؟ لان الوزاره الوصيه على هذا القطاع ما مهتماش بالحرفيين. الحرفي كيبقى حتى كيموت كيتنسى، كيموت مع الحرفه. شحال ديال الحرف بحال ذاك الصناعه ديال الدراز وبحال داكشي ديال هذا، وكاع بدا كينقرض هادشي دابا الصناعه الحرفيين القدام كينقرضوا. ولكن الا كان واحد الدعم وكان واحد مثلا هاد التسويق ديال هاد المنتوجات هادو ديال اللي مصوبينها، وما شوف هاد الخير هذا دابا شكون غادي اليد اللي غادي تصوب هذا؟ واش هاد فين غتصيب هاد الصانع دابا اللي غادي يصوب هاد؟ ولكن غص الوزاره هي اللي تشجع هاد الناس باش ويتعلموا الشباب، مثلا يكون عنده واحد الورشه اللي يعلم فيها الشباب، ويدعموا الدوله المبادره الوطنيه يكون باش تدعمو حتى هي، تعطيه واحد باش يخدم، وهذا باش يكون عنده واحد الدعم. السيد مسكين ما عندوش دابا حتى الضريبه، راه كان واحد فيها الحرفي كيبقى في هذه الحرفه حتى كي يتوفى، وتوفى مع ديك الحرفه وكتنقرض. ولهذا بغينا من الوزاره الوصيه على هذا القطاع باش دير واحد الالتفات لهاد الصناع. اكتشفنا معك اليوم بزاف ديال الحوايج التاريخيه اللي ما كرهناكش انك تهز حاجه بحاجه وتكلم لينا عليهم. هذه اختي زوز، وهاد القهوه هذه ديال المصريين وديال سميتو، حنا كنشوفو كنصوبو، انا نشوف الحاجه نصوبها. هذا بريق ديال فيه بابور وبريق، هذا بابور وبريق. كاينين العشاق ديال هادشي؟ ايوا قلالو اختي قلالو، ولكن حنا عشاق، حنا كيعجبنا هادشي. الا ما خدمناش هادشي كضرنا خاطرنا. المهم خاصك تخدم. هادو ديال الفريق ماشي ديالي، هادو غير حسيكات. هادو انا كنصوب غير بحال هادشي، هذا ديالي، هذا ديالي، هاد الزوزوات ديالي، هادي ديالي، هادي ديالي. واحد الوحده راه لداخل
جبد هذيك خالي السي محمد واحد الوحيده. هذا الثمن ديالو تقريبا؟ هو الثمن ديالو ما كاينش الثمن اختي، حيت كيتصاوب غير باليد داكشي باش تسودي هاد الكاع هنايا ماشي ساهل، مسودي بالبرازو والبرازو ما بقاش، وانا كناخذ نحاس قديم وكنطرقو حتى يولي وريقه وكنقطعو طريفات وكندير العافيه وكندير الشناد وكنسوديه بالنحاس. تشرف فيه الخدمه كثير. ماشي شويه، هادي كتخدم فيها 3 ايام ولا يومين حيت ما كاينش التور. كنشوفو عندك بزاف ديال المقارج برادد شي حوايج اللي بزاف، شحال تقريبا هي حاجه كاين اللي كيجي يديها كاين اللي كيسمح فيها كاع. شحال تقريبا العمر ديالها؟ هو راه كاين اللي عندها نحاس وكاين اللي عندها 20 عام، كاين اللي معايا ملي جيت من الجوطيه القديمه وهي معايا راه باقا تما. دابا البرارد ديال الشينوا كثروا، كيشري ثلاثه البرارد ولا اربعه كيشريهم 60 درهم ولا 70 درهم، بشحال البراد ديال الانجليز ملي ولات البوطه ولاو كيحطوا على البوطه كدوب، ما بقاش حتى داك اللي تان كنخدموا به ما تليناش لقيناه. السلام عليكم، انا الابن ديال المعلم مصطفى. حنا كنديروا الصناعه التقليديه والحمد لله هادشي راه حنا عشنا به، وحنا نيت ولدنا وليدات وحنا كنكبروا في وليداتنا بهادشي هذا نيت، والحمد لله هاد الحرفه راه شريفه وحرفه ديال الوالدين والجدود وحنا محافظين عليها. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يسخر الجميع. انا اخذت الحرفه على الوالد وديجا درت التكوين المهني، درنا واحد العامين ديال التكوين ديال الصناعه التقليديه، خدنا منها شي حاجه الحمد لله فهمتي، وحنا كنطوروا فروسنا بروسنا وحنا غاديين الحمد لله. لا دابا انا هذه الحرفه هذه انا اللي مع الوالد فيها من الصغر ديالي، انا اللي خدام كان الاخ ديالي ولكن ما بقاش معنا. فهمتيني؟ كاين حتى هو كيخدم شويه فهمتي؟ ايوا الحمد لله هذا هو اللي كاين. علمك الاب ديالك ودرتي تكوينات، ما كتفكرش انك دير شي ورشه باش تعلم الشباب؟ اختي ما كرهناش فهمتيني، يكون غير يعني دعم وشي التفاته من المسؤولين فهمتيني، ويمكن لنا نعلموا حنا الشباب علاش لا، كيف حنا كنا الشباب وتعلمنا يمكن لنا حنا نعلموا الشباب، مرحبا علاش لا فهمتي، باش هاد الخدمه هذه يمكن ليها تزيد لقدام فهمتي، ما تنقارضش فهمتيني، هذا هو اللي كاين والحمد لله على كل حال فهمتي. اذا سي مصطفى الكلمه الاخيره اللي تبغي تقولها الناس العشاق ديال النحاس والناس اللي يبغيو يزوروا. نعم اختي مرحبا بهم، اللي جا عندنا مرحبا به، والله يزيد في ايام الصناع وفي ايام الله يعاونكم على هذا العمل الصالح، راه حرفه شريفه، المهم ما كتخليكش تمد يديك، احنا عايشين باش عطا الله الحمد لله. الحمد لله بارك الله عليكم وكل شيء كيف تاخر بكم انتم. بارك الله فيك اختي نافو، وان شاء الله كنوعدوا جميع الحرفيين والحرفيات على اننا الحمد لله هذا الحجر الصحي بدا كينفرجات، وغنبداو نديروا لقاءات تواصليه مع جميع الحرفيين والحرفيات باش نقدروا نعرفوا جميع الحرف اللي كيتواجدوا في عماله المحمديه وعلى الصعيد الوطني لمالا. اذا مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه، كنشكر السي مصطفى الحرفي الاصيل ومزيد من العطاء ان شاء الله. شكرا لكم اختي، شكرا لكم، جزاكم الله بخير.